الرئيس السيسي يتابع المشروعات القومية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية. وزيرة الصحة تعلن إنتاج أول 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الشهر المقبل. وزارة التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وذلك لمتابعة المشروعات القومية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية. كما شهد الاجتماع استعراض مخططات وزارة الكهرباء فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الأجنبية المتخصصة لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لاستعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية. وقد وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليا، وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذلك الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي. عقدت الدكتورة هالة زيد وزيرة الصحة والسكان اجتماعا اليوم بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني سينوفاك في مصر، في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة مصر في تصنيع لقاحات فيروس كورونا. وأكدت الوزيرة قدرة وجاهزية مصانع شركة فاكسيرا على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات سينوفاك بداية من 18 من مايو الجاري لبدء التصنيع في مصر، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع مليوني جرعة بنهاية يونيو القادم. وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي حياة كريمة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكدت وزيرة التخطيط أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. قامت السيدة الأمريكية جلوريا بتحقيق حلمها لزيارة الأهرامات، وذلك في وجود وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والذي حرص على مشاركتها هذه اللحظات. جدير بالذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، فقامت التنسيقية على الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولى ووضع برنامج سياحي لها. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، وتمكنت من ضبط 356 عنصرا إجراميا بنطاق 17 مديرية أمن، وسبقتها مهم في العديد من القضايا وبحوزتهم 214 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من طلقات مختلفة الأعيرة. وفي مجال مكافحة المخدرات تمكنت الأجهزة من ضبط 1066 قضية و1146 متهما وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.